وصلت رئيسة تايوان تساي إنغ وين أمس إلى نيويورك في زيارة أثارت حفيظة بكين، التي توعدت برد انتقامي في حال التقت المسؤولة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، واستدعت تحذيرا أمريكيا لبكين من رد فعل مبالغ فيه. والولايات المتحدة هي محطة توقف لتساي المتجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة غواتيمالا وبليز لتعزيز العلاقات مع هاتين الحليفتين الدبلوماسيتين لتايوان.